هلا عيني، اليوم راح اسوي لكم كبة الموصل بطريقة مضبوطة واعطيكم بيها ضمان ما تنفتح عندكم، بس اتبعوا وياي الخطوات حتى تكون عندكم بالاخير وصفة ناجحة 100%. بداية راح ابين لكم هنا نوعية البرغل المستخدم ونوعية السميد اللي استخدمه بهاي الكبة. انا عندي سميد استخدمه بدال الجريش، اخذ هاي النوعية سميد متوسط مكتوب عليه سميد متوسط. حبيت اشوف لكم اياه الكيس حتى على مود شنو تاخذون صورة له، بعدين تاخذه من عنده من نفس النوعية. كلش ممتازة هذا بعمل كبة، خاصة كبة الموصل او اي كبة تجون سووها. مقاديرها اخذ كوب واحد او اخذ غلاس واحد من السميد الناعم، العفو المتوسط، ومقابل اخذ غلاس واحد من البرغل، يعني واحد بواحد، والبرغل يكون ناعم يعني مو نوع الخشن. زين، اضيف له ملعقه كبيره من الملح واضيف له ملعقه صغيره من الكمون ونص ملعقه صغيره من القرنفل المطحون. كلش يعطيها طعم ونكهه كلش طيبه، لازم نضيف لها القرنفل المطحون. راح اضيف لها نص غلاس من المي، مي عادي يعني لا حار ولا بارد. اتركهم حتى ان شويه اشرب المي بيها. هنا راح اخذ اللحم، اللحم لازم يكون عندي ما بي اي قطعه من الدسم، يعني يكون خالي من اي دسم، يكون لحم عجل. شوفوا هذا اللون يعني شويه باقي عندي من ادها، راح اوخره من الشحم. اقطعها على شكل مكعبات. هنا طبعا اللحم ما تقريبا اخذت 400 غرام من اللحم. راح ببداير يعني بعد ما اقطعه راح بالمحضرة الطعام اثرمه بشكل ناعم. بعد ذلك راح اضيف الى البرغل والسميد، واضيف له ربع كوب من المي او ربع غلاس من المي. اخلطهم مواد بهذا الشكل الى ان يتجانس بشكل تمام. واللحم لازم يكون على شكل عجينة، يعني من الثرموس كأنما عجين حتى على مود شنو، حتى يتماسك عندكم الكوباية وما تنفتح. راح اكمل بقية البرغل بهذه الطريقة، يعني اضيف وياه اللحم المثروم واضيف له قليل من المي. مقدار المي اللي استخدمته بهاي الكمية هو راح يكون غلاس واحد. بالبداية خليت نص غلاس وبعدين خليت له نص غلاس كامل. هسه صارت عندي عجينة كلش متماسكة وحلوة، اجنتها بالايد مرة ثانية وراح اصل عندي بهذا الشكل. وهنا راح اشوفكم كمية المي اللي استخدمته. بالبداية اول شي خليت نص غلاس، وهنا أنا اخر شي بالعجن خليت نص غلاس، يعني كمية المي لهاي الوصفة راح يكون غلاس كامل. راح اترك هالعجينة ترتاح وراح ابدي هسه بتحضير الحشوة. طبعا الحشوة هنا أنا تكون على طريقة صديقتي اللي تعلمتها من قبل 30 سنة تقريبا، من صديقة مصلاوية مسيحية كانت هاي طريقتها بعمل الكبة. الحشوة يعني ما تحمسها ولا تطبخها، بس نضيف اللحم ويا البهارات ونضيف البصل. وهنا البهارات راح اخذ ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود، وملعقة كوب من الكمون، ونص ملعقة صغيرة من القرنفل يعطيها نكهة كلش طيبة. وراح اخلي نص ملعقة من جوزة الطيب او جوزة البوة، واخلي ملعقة من ملعقة كوب يعني من الدارسين، وملعقة كوب من الكاري. هسه راح نبدي نشكل العجينة. ابقوا يا حبايبي متابعة الفيديو حتى تشوفون طريقة تشكيلها. راح اسويها على عدة احجام. هنا عندي حجم راح يكون صغير، القياس مالته راح يكون تقريبا 17 سنتيم. واهم ملاحظة حتى ما تنفتح عندكم العجينة او الكوباية، لازم من تمدوها لا تمدوها زايد، من يعني تبالغون طريقة الفتح مالتها، ومن تصير عندكم خفيفة كلش راح تفتح اثناء السلق. فخلوا الفتح مالتها يعني متوسط، لا زايد مفتوحة ولا يعني ثخينة حيل، خلوها متوسط الحجم يعني الفتح مالتها يكون معتدل. هنا أنا مثل ما تلاحظون راح أسد الأطراف بهذا الشكل وأقلبها على الوجه الثاني. طبعا أكون أول شي بداية من أضغط عليها، لازم أخرج كل هواء موجود بها حتى على مود ما تنفتح عندكم. هسه راح أسوي الحجم الأكبر. هنا الحجم راح يكون مالته أكبر من الحجم ذاك الثاني الأول، عفو. هاي حجمها يكون 20 سنتيم.
أسوي أول وجه وبعدين أسوي الوجه الثاني نفس الطريقة، أفتحها بس مثل ما قلت لكم أبد لفتحوها زايد لكم زيادة. راح بعدين بالسلق راح تتفلش عندكم الكوباية. خلوا الفتح مالتها أو المد يكون يعني بشكل متوسط. هنا ضفت لها قليل من الجوز أو اللوز أو الكشمش، أنت شو تحبون ضيفوا لها. أطلع الهواء اللي بداخلها وأضغط على الأطراف بهذا الشكل حتى ما تنفتح، وأقلبها على الوجه الثاني زين عيني. وراح نفس الحالة همتين مثل ما تلاحظون شلون نسدها الأطراف على مود ما يدخل إلها المي وتفتحها. انتو حتى تصير عندكم سهلة وما تعذبكم أثناء القلي أو السلق لا تخلوها كلش كبيرة، خلوها متوسطة. هنا راح أسوي الشكل الثالث على شكل هلال. هاي طبعا كلش سهلة بالنسبة لكم أو المبتدئين اللي يعني يريدون يسووها وحتى ما تنفتح عندهم ويسيطرون عليها، سووا هذا الشكل كلش سهلة بالتقلاء وكلش سهلة بالسلق. هنا صارت عندي 10 كوبايات، 2 طلعوا من عندهم صغار والباقي ذني الكبار 3، وهنا صاروا عندي 5 من الهلال يعني شكل هلالي. وهنا راح اتركهم تقريبا ساعة على هواء يكون حتى يضربهم الهواء، كل ما ضربهم هواء اكثر راح شوية تتماسك احسن. هنا راح احضر وياكم المي اللي نسلق بيهن. راح اخذ ملح، طبعا اخلي ملعقة كبيرة من الملح واضيف ملعقة صغيرة من المندوزي حتى على مود شنو حتى ما ينفتح عندكم العجينة. مثل ما تلاحظون شو شلون كوباية حلوة متماسكة ابد ما انفتحت، بس اتبعوا الملاحظات اللي قلتها وذكرتها راح تطلع عندكم كوبا كلش مضبوطة وبنفس الوقت حيل طيبة. شوفوا عيني شلون صارت. اهم شي لا تبالغون بالفتح مالتها ولا تمدوها زايد، من تصير خفيفة كلش تنفتح عندكم. شوفوا شلون العب بيها لعب، شوفوا اقلبها منا جهة منا قبل ما تنفتح، شوفوا ابد ما تنفتح. هسه راح اقليها. اول شي لازم اكون اسخن الزيت، وزيت يعني يكون غزير مو قليل حتى على مود تتغطس بيه بهذا الشكل. ومن تقلوها لا تقلوها هواية يعني لا تخلوها تصير كلش لونها اسمر حيل وتيبس، انا ما احبها تكون حيل يابسة ومحترقة عبالك من ايش بيها. يعني هيك تكون بيها طراوة حلوة حتى يعني طريقتها يعني شكلها طعمها هواية راح يكون اطيب، تكون بيها طراوة بنفس الوقت مستوية مو محروقة يابسة تصير مثل الجلد. زين هسه راح انشفها من الزيت، ما اخلي بيها قطرة زيت بالكلينكس، اقلبها على الوجه الثاني هم نفس الشي راح انشف الزيت المتواجد بيها. وطريقة التقلاء مالتها مثل ما تلاحظون استخدم الماعون واستخدم الشفشير حتى على مود اسيطر عليها. وقلت لكم اسهل شيء يعني لكم هاي الهلالية، سوي الهلالية احسن. هنا انا سويت طماطة تقلاء هسه نضيف وياها يعني. هنا انا عندي الوصفة خلصت، ان شاء الله نالت رضاكم واعجابكم.